في البدايات لايك واشتراك وشير للفيديو، وإليكم التفاصيل. النجم الجزائري رياض محرز يبكي ويصدم الملايين من محبي وعشاق النجم المغربي حكيم زياش بتصريحات صادمة ومؤثرة بخصوص موضوع رفض زياش العودة إلى المنتخب المغربي. رياض محرز قالك بأنه مستاء بشكل كبير جدا وحزين جدا من قرار حكيم زياش الغريب بعدم العودة إلى المنتخب المغربي، وأكد محرز بأن زياش إضافة عظيمة للمغرب وكان هيساعدهم في التأهل للمونديال إذا وافق على دعوة خليل زيتش للعودة مرة أخرى. كذلك رياض محرز وعد الجمهور المغربي العظيم بأنه سيحاول إقناع ورجوع زياش عن قراره وسيفعل كل ما في وسعه من أجل عودة زياش مرة أخرى. بينما رد زياش كان ناري يا جماعة. زياش أعلن النهارده عبر حسابه على الانستجرام: مع كل احترامي لكل المحاولات، إلا إن قراري هو نهائي بعدم العودة للمغرب.